مع بداية العام الدراسي الجديد، وفرت وزارة الصحة 10 عيادات للصحة المدرسية موزعة على 6 مراكز صحية، وبلغ عدد العيادات للصحة المدرسية 928 عيادة، منها 18 جديدة تم افتتاحها خلال العام الجاري بالتزامن مع افتتاح المدارس الجديدة في مختلف المناطق التعليمية. مع بداية العام الدراسي الجديد، تتجه أنظار الأهالي نحو مراكز الصحة المدرسية التي تكثف جهودها لاستقبال الأطفال المستجدين. وسط أجواء من الترقب والاهتمام، تتسارع خطوات الفرق الطبية لضمان راحة وسلامة الطلاب. التنظيمات كانت ممتازة في وزارة الصحة، وتسهيل عملية تسجيل الأطفال كانت جدا سهلة عن طريق الابلكيشن، بعدين حولونا الى الصحه المدرسيه عن طريق التطعيمات. تنظيم جميل الحمد لله، سهلوا علينا كل شيء، يعني بدل لا تصور وتروح مكتبه وجمعيه وكذا، الحمد لله الحين كل شيء اونلاين، بس تعال سجل ولدك وتوكل على الله. جهوزية 828 عيادة للصحة المدرسية موزعة في مختلف المناطق التعليمية، مجهزة بأحدث المعدات الطبية لتقديم العلاج الطارئ والفحوصات الدورية ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة. بالإضافة إلى عندنا تشمل تطعيمات الدورية في جدول للطلبة، وعندنا مسوحات دورية كذلك لجميع طلبة المدارس في مراحل عمرية معينة، مثل مسوحات عيوب الإبصار، مسوحات عيوب الجهاز التناسلي، مسوحات السمنة وارتفاع الضغط، وكذلك عندنا مسوحات انحناء العمود الفقري. تم توفير 10 عيادات موزعة على 8 مراكز للصحة المدرسية تقدم خدمات متعددة تشمل فتح الملفات الصحية للطلبة الجدد والفحوصات السريرية وغيرها من الخدمات. المفروض أن الطلبات بطاقة الطالب، بطاقة ولي الأمر، شهادة الميلاد، شهادة التطعيمات، وطلب من الروضة بفتح الملف موجه لينا. طبعا كل الطلبات دي بتبقى أصله صور. أولا بناخد الهيستوري بتاعه، يعني التاريخ المرضي للطفل للأسرة، وبعد بالنسبة للفحص بنسوي الفحص حق الصدر، القلب والصدر وكده، حق البطن، وفي فحص مخصوص للصبيان. إدارة خدمات الصحة المدرسية تقف كركيزة أساسية في تعزيز صحة الطلاب من خلال تقديم رعاية صحية ومستدامة. خارطة واضحة المعالم أعدتها إدارة خدمات الصحة المدرسية قبيل انطلاق قطار العام الدراسي الجديد، وذلك في سبيل توفير بيئة صحية آمنة لأبنائنا الطلبة. لما أبو علاوي، قناة الأخبار.